ودني يعني اكلم الوالده ليه؟ ليه؟ عشان تهاوشني، عشان تهتم، عشان تهاوش قمدي. ليه ما تجود على البرد؟ جود على البرد، البس البيجامه. ها؟ خذيت جوالي، والله يجيني تهديد من عند امي الله يطول عمرها، قعدت الله يطول عمرها. الحمد لله. سنتين يوم تغيرت اموري. ما شاء الله تبارك الله، الله يستر عليك اخي اسامه، خليك على زي كذا وزق، تبارك الله صرت تقوم قبلي، صرت حركات وبركات وانا صار. وانا قام يخمني الخمول، قمت اتسرقع هنا وهنا. مرة مثل ما قلت لك، والله ودي اكلم عليها عشان تهاوشني، تقولي تجود على البرد عشان البس وذا اروح.